مشاهدي موقع MRE24 مرحبا بكم. بعد لقاء المنتخب الوطني ضد نظيره الكونغو الديمقراطي واللي انتهى بنتيجة فوز منتخب الكونغو الديمقراطية بإصابة لصفر، الجماهير المغربية القاتنة بباريس تعصبت وثارت في وجه لاعبي ومدرب المنتخب الوطني. البعض كيقول بأن الأخطاء اللي تسببت في الهزيمة كان السبب ديالها هو المدرب، في حين أن البعض الآخر يقولوا بأن اللاعبين هما السبب لأنهم فقدوا القتالية وروح التنافس. أجوا معنا نشوفوا الآن شنو هي ارتسامات الجماهير المغربية قبل لقاء اليوم. إذن تابعونا. اش غادي نقول لك أخويا، صراحة ما بقاش عندنا اللعابة، ما بقاش عندنا ليكيب، وكنتمنى ربي يجيب الخير على هاد اللعابة اللي كاينين دابا، حيت دار واحد الغلط كبير أنه ما جابش الدراري ديال البطولة. الدراري ديال البطوله دماره وباغيين يلعبوا، اما هادو راه كيخاف على رجليه، كيخاف على يدو، ما عندوش واحد لا فورس، ما عندوش واحد الجهد باش يبين. اما ولاد البلد راه كيلعبوا على القميص الوطني، باغي يبين بلاصتو وباغي يفرض الوجود ديالو باي طريقه، ونتمنوا لهم الرباح يشدوش الطياره غدا ان شاء الله، اليوم نشجعوا ضروري وان شاء الله غادي يربحوا بواحد جوج ولا واحد، المهم يربحوا ان شاء الله، المهم هو الربح ثاني ريح ان شاء الله. جوج زيرو جوج زيرو ان شاء الله، نتمنوا يفوزوا ان شاء الله هاد الليله ان شاء الله، باش المغاربه يكونوا شي رحنا شويه، خصنا شي ديال النتيجه، خصنا الاحساس شويه. بوتيت خصا سرا ان بون ماتش ان شاء الله، سي بوسيبل با سا ديبون دي جوور، سا ديبون دي جوور كي فون فير جوي، سا ديبون بوتيت سي فون جوي بوسوفا العربي سا سبو كي غان سي بوسيبل. ان شاء الله نربحوا المقابله اليوم للفريق الوطني 1-0. المقابله ديال المنتخب اليوم شويه صعيبه، لان ما عندهم حتى شي نقطه وهما اللي في المركز الاخر، فهمتي، وضروري اوبليجي خاصهم يربحوا هذه المقابله هذه، لان الا ما ربحوش هذه المقابله هذه راه صافي. مشاهدينا الاعزاء، بعد ما تفرجنا جميعا في لقاء اليوم ديال المنتخب الوطني ضد نظيره التوغولي واللي انتهى بنتيجه فوز المنتخب الوطني ب3-1، الجماهير المغربيه فرحات وعبرات على الفرحة ديالها والبهجة ديالها بنتيجة اليوم. البعض كيقول بأن النتيجة ما كانش متوقعة، والبعض كيقول بأن الأداء تحسن اللاعبين ووقع الانسجام. أجوا معنا نشوفوا شنو قالوا المواطنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صافا الحمد لله، سيتي ان تري تري بون ماتش، تري تري زورو بور الريزولتا، اي تري 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 سوربري دو فوار كو لو ماروك بو فير ان تري بون ماتش كوم سيلوي لا. Le premier match, ils étaient très frustrés, on les sentait très très mal, on dirait qu'il y avait une certaine pression, mais là ils se sont lâchés. On voit qu'il y a du jeu, il y a une profondeur quand même dans le jeu. Et voilà, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais il faut une certaine vision quand même sur du long terme. Et je pense que les Marocains peuvent être fiers de cette équipe. Voilà. Inch'Allah, on a un amal, Inch'Allah, on dit que... عندنا امل كبير ان شاء الله في الصعود، ان شاء الله ما نخموش في هذه، ما خصناش نفكروا في دابا في الصعود، خصنا ديجا نحيدوا علينا هذا الشيء اللي كاين دابا عاد نفكروا في الصعود ان شاء الله. السلام عليكم. الماتش اليوم كان في المستوى، ونتمنوا مره اخرى مع كوت ديفوار غادي يكون ماتش في المستوى كذلك، واليوم فرحنا بزاف بهذا النتيجه اللي نتمنوا المغرب يكون فرحان بهذا النتيجه ان شاء الله. ايوا الحمد لله، كانت الفرجه اليوم، وهاد المباراه هذه راه بينات شويه اللعب، لعبوا شويه كانت الروح الرياضيه مزيانه، كانت عندهم قتاليه، تبارك الله عليهم، ونتمنى يكملوا هكا ان شاء الله. الماتش الجاي مع كوت ديفوار ان شاء الله غتكون ايجابيه، حيت دابا عندهم ديجا 3 بوان، غتكون عندهم ان شاء الله واحد يكون عندهم امل باش يدوزوا ان شاء الله دوزان تو.
Yo.